السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع السابق أنا نزلت شرح كامل عن تحديات جامب مان، وكيف تقدروا تفكوا البوابات، وكيف تقدروا تسووا التحديات في جميع الأطوار الإبداعية. لكن كثير من التعليقات جاتني على طور صيد السمك، في ناس كثير قالوا لي ما نعرف نسوي التحدي فيه، وفي ناس قالوا لي صعب، فعشان كده أنا سويت له مقطع خاص وأشرح لكم كيف تقدروا تسووا التحدي في طور السمك هذا، أوكي؟ طيب أول شيء اضغط مثلث، لا تضغط مربع، لأن المثلث يدخلك لوحدك، فتقدر تسوي التحدي لوحدك أفضل يعني. طيب أول ما تبدأ الطور حيجيبك في المنطقة هذه. طيب أول شيء نسويه نروح عند اللوحة عشان نشوف إيش هو التحدي، تمام؟ طيب التحدي هنا مكتوب بالإنجليزي، لكن أنا أقول لكم إيش هو التحدي. التحدي يقول لك اصطاد سمك الصدع، سمك الصدع اللي هو سمكة الرفت. كم العدد؟ دحين أوريكم كيف تعرفوا العدد. تيجوا هنا شوف ايش مكتوب، اكس 8، هذه هي السمكة اللي نصطادها. كيف عرفنا؟ قدامها نفس العلامة حق التحدي، شايفينها؟ مكتوب اكس 8، ممكن يكتب لك انت اكس 7، اكس 6، يعني العدد اللي مطلوب تصطاده، اوكي؟ طيب، خلينا دحين ناخذ لنا سنارة. السنارة تاخذها من هنا، طيب إذا صار معك الشيء هذا، تيجي هنا تضغط على ده ضغطة مربع طويلة. شوفوا لاحظوا دحين. اوكي؟ بعد كده تيجي هنا وتاخذ السنارة. دحين معانا السنارة. طيب دحين انا اسوي المقطع بطريقة سريعة شوية عشان المقطع لا يصير طويل. اول شيء هنروح في المباني اللي موجودة قدامكم، شايفينها؟ في عندكم هذا المبنى، في ذاك، اي مبنى انت تختاره انت حر. تيجي تشوفه مكان الصيد هنا. طيب هذه هي السمكة، شايفينها؟ المطلوب منك تصطاد 8 سمكات. طيب خلينا نصطاد. طيب إذا غلقت حفرة الصيد تروح لمنطقة ثانية عندكم زي المنطقة هذه اللي جنبها. مجرد إنك تروح المنطقة الثانية وترجع حترجع ثاني مرة حفرة الصيد هذه تتفك ثاني مرة تقدر تصطاد، ماشي؟ طيب خلنا نروح المنطقة الثانية عشان إيش ممكن نحصلها أكثر. طيب السمك هذا إحنا ما نبغاه. طيب بعد ما صدنا السمك هي معانا كم؟ 9 سمكات، اوكي؟ ترجع لمقرك الاساسي اللي هو مكتوب عليه هوم، يعني بيتك، اوكي؟ طيب نيجي هنا دحين تشوفوا كيف؟ نروح مكان اللي نحط فيه السمك، هذا هو، شايفينه؟ طيب نحط السمك، شوف ايش اداني؟ يديني اشارة، يعني يقول لي انت خلصت التحدي، خلاص روح استلم جائزتك. ماشي؟ طيب نروح ناخذ الجائزة اللي هي الجزم.
تمام. نيجي هنا تضغط مربع كذا صار لونه اخضر، بعد كذا تضغط هنا عشان ترجع لنفس المقر تبعك اللي هو اللوبي. اوكي شوفوا اول ما يرجعكم هتلاقوا عليه علامة اخضر، يعني كذا خلصت التحدي. طريقة سهلة بس هو شوية يبغى له شوية وقت، تصطاد في اماكن كثيرة وحيتسوى معاك على طول. اذا عنده احد اي استفسار عن اي طور من الاطوار ارسل في التعليقات وان شاء الله اشرح له باللي اقدر عليه. كذا وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.